يلا بسم الله. نادين بنتي قولي. مامي ما فيش شغل. ماما تعالي مشي البيتي عافاك. تقدري تمشي، ما تنسيش تحكي سنانك. وشنو دابا هاد الطاجين بقاو كنتفرجوا فيه؟ يلا مختار بسم الله. كولي انت اللي خصك تقودي. يوسف بغى يبيع الفيرما. هاد السيد علاش كيقلب؟ ما عرفتش يا بابا، بغيت انا من كل شيء. وانت اش كتقولي في هاد الشيء؟ اش عندي ما نقولها بابا؟ الارض ديالو، الفيرما حتى هي ديالو. انا اللي كنعرف هو ان الشركه معاه في هذيك التعاونيه وصافي. كيفاش الشركه معاه في التعاونيه؟ هذاك راه رزق بنتك، تخليه يمشي هكاك؟ بابا ما بغاش ندخل معاه في الحسابات، يدبر راسو. انا غنمشي للجامع نصلي ليا رغاد. انا عارفك بنتي كتقاتلي مع الوقت، ولكن الغالب الله. غير ما تنسيش راسك. شنو موقع ما تنسيش راسك. ماما فين هو الوقت اللي غادي نفكر فيه في راسي؟ بزاف ديال الناس مساكن معولين عليا، هما اللي كنفكر فيهم دابا. راسك هو الاول. ماما بغيتي تعرفي الصراحه، الصدمه ديال يوسف ضرتني بزاف. فيما كنتفكر هذاك الشيء اللي داس عليا كنحس بقلبي كيتعذب وكيتقطع. كاع داك الشيء اللي بنيته راب، اللي كيهمني دابا هو بنتي. عارفة حبيبتي، عارفك، ولكن الوقت كيداوي كل شيء، كيداوي القلب وكيداوي الجروح وكينسينا في كاع داكشي اللي ضرنا. غير خلي عندك الأمل. ما بقاش عندي الأمل في يوسف، ما بقاش عندي الأمل حتى في راسي يا ماما. على هاد الحساب طوي هاد الصفحة. ماما انتي ما مقلقاش عليا حتى نطلق. علاش تقلق بنتي؟ علاش؟ الراجل اللي ما يحترمش مرته، الراجل اللي يخون مرته، طيح بكرامتها، تكرفس عليها، ما يستاهلكش. ونرجع نقول لك الوقت كيصلح كل شيء. اسمحي لي يا ماما.